أغلقت أسواق الذهب العالمية عند 1798 دولارا للأونصة بواقع 10 دولارات، حيث قال نقيب تجار الذهب ربحي علان إن أسعار الذهب بهذه الفترة في تذبذب ما بين 1785 إلى 1795 بسبب اقتراب نهاية العام والعطل المرتقبة بسبب الأعياد، والتي انعكست محليا بارتفاع 20 قرشا للجرام وسط طلب ضعيف بسبب موسم الامتحانات. وتاليا أسعار الليرة وجرام الذهب ليومي السبت والأحد بحسب ما أعلنتها النقابة.